ننتقل سلمى؟ بدنا ننتقل طبعا. بنعرف انه اليوم هو يوم احد الشعانين، بدنا نقول كل عام وانتم بخير لكل المسيحيين اللي عم يحتفلوا اليوم باحد الشعانين. اوصانا في الاعالي مبارك الاتي باسم الرب. اليوم ترتفع الصلوات والقضاضيس، رح نروح طبعا على كنيسه الصليب مع موفده الاخباريه سالي شار ونتعرف طبعا على اجواء الصلوات والقضاضيس باحد الشعانين. واليك سالي، يسعد صباحك. نعم نعم، صباح الخير لك سلمى ولا فرح. رمضان كريم وشعانين مباركة. اليوم مثل ما ذكرتي تحتفل الطوائف المسيحية بحسب التقويم الشرقي بأحد الشعانين، وهو ذكرى دخول السيد المسيح إلى أورشليم حيث رفعت أغصان الزيتون. القداديس الآن يعني ترفع، ومثل ما سامعين صوت الصلوات من الداخل، جموع أيضا من أجل الصلوات ومن أجل رفع أيضا هذه الصلوات إلى الله رجاء منه لسلام سوريا، لخلاص سوريا سواء من الأزمات كافة والأزمات الاقتصادية اللي نحن عم نمر فيها. نحن متواجدين مثل ما ذكرتي سلمى بكنيسة الصليب المقدس، في باحة كنيسة الصليب المقدس. يعني هذا العيد هو ذكرى هو أكثر للأطفال، حيث تضاء الشموع كرمز أيضا كرمز لنور جديد نحن رح ننطره، وأيضا ترفع أغصان الزيتون. تتزامن الأعياد مع بعضها نظرا لأن سوريا مثل ما بنعرف هي نسيج متجانس دائما، أعيادنا هي واحدة وصلواتنا هي واحدة. هيدي الأجواء حاليا سلمى وفرح. يمكن نكون برسائل تانية لنشوف طبعا في شيء هلأ ممكن يحضروا له اللي هو دورة الكشاف، إن شاء الله بنقدر نوافيكم برسائل تانية. شكرا لك سالي. بنرجع بنقول للكل احد شعانين مبارك، الصحه والسلامه والخير للجميع. اكيد اكيد شعانين مباركه، وبدنا نشكر زميلتنا سالي ايضا.